هذا اصدقائي غادي فوق الموتور يطيح عليا واحد الفكره خصني كانت تنشيها نديرها في كوكوت. سمعت بلي راه كتستخدم الكوكوت بحال تقريبا دابا تمشيو معايا كاملين نتقدا الحوايج وحده بوحده داكشي اللي خصني بيعطيني واحد 5 دراهم ديال السمن ديال الطنجيه. واش هذا هو ديال الطنجية؟ هو هذا. واه اللهم بارك. اللي كدوب الزبدة بلدية. يا البلاد هذا. هاكا. هو داير لك اسيدي 120 درهم كيلو. الله يريغ الله بالله. هاد الزنزة نسك 3000 ريال. المهم يسقى وين الطنجية ديال الطنجية. طنجية. صافي صافي. ان شاء الله نديرها بحال ديال المراكشيين. هو باش تصدق الطنجية انتم الخوت هذا هو الكمون البلدي. اعطيني البلدي. دير واحد 5 درهم. دير لي 5 درهم هي هذيك. واه دير دير المهم قياس الخير. وراك موسى. هذا الخدا هو اللي قال لي زيد راه كيديروها في الطنجيه وما عرفتش كيديروها ولا لا. واش متاكد كيديروهم في الطنجيه؟ صافي الله يسخر يلاه دير دير وراق موسى الحمد لله شفتوه مصير ضروري يكون بحال هكا معسل. دابا قطعت اللحم صافي تسالى الحواوي. اخباركم هذا الخير هذا الشويه اللي بقى لينا في الحواوي. المهم هما اللعيبات كاين هذا كاين الثوم درت واحد الربعه تقريبا بحال هادو وكنتسنى هذا باش يتلق الزعفران الحر السمن والزيت العود هادشي اللي خاص تقريبا واحد 3 سوايع ونص تقريبا عرفت واحد النهار خاص تكون مهيلة ديرهم كاملين انا تخلطهم. ما عرفتش تصدق ولا لا هادي ما كدارش في الطنجيه هادي غنزيدها من راسي غندير البرقوق وغندير الزبيب ولكن قلت انا معاهم بنان فهمتي يعطيو واحد البنه زوينه وانا نفكر بلي راه الكمون مازال ما درتو ندير العناصر المهمه. المهم ما عرفتش كدرت ولا لا ما عاد 90% ما غاديش تصدق ضروري هاد اللعيبه في الاخر على بركه الله نتلاقاو من هنا لواحد 3 د السوايع تقريبا بعد 3 سوايع 3 سوايع ونص بسم الله هذا يا سلام بلاك دو ها شوف 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 من اليوم غتكون عندنا اللحيمه في الدار هادشي اللي ندير بها شوف اللحيمه شوف شوف ضروري اش واحد البنه كتكون في هاد التحت شوف زربوا كيما درت ليها